جمل حالك يا شيخ. مسينا على حبابي ارجع لك. ها ايش كنت تقول؟ اقول اسامي علي اقول اليوم كثر معنا المزح ليه؟ وكثر معنا الضحك لانه يمكن اخر مزح معكم برنامج مين؟ اليوم في واحد بيطلع. ايش مجنون عابر؟ انا بقول عابر شو نسيت وش عابر؟ انت بعابر تكفى. حاول ضحكنا اليوم كثير. انت بعابر الله يرحم والديك. الله المستعان. لا ما انا ببكيكم زود بكنا بس انك ضحكنا بالاخير. تكفى ابشر على خشمك بيض الله وجهك. لكن اليوم انا جايب موضوع. مرحبا مليون.